الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل كل شيء أترحم في هذا اليوم 17 أكتوبر على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ألقي بهم في نهر الصين الفرنسي هم أحياء، ووجهت مظاهرتهم السلمية بالرصاص الحي والرحمة والإجلال لأرواحهم الطاهرة الزكية. كذلك فيما يخص مشاركتنا في اللجنة 149 لاتحاد البرلمان الدولي، كانت فرصة لمناقشة التحديات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي خاصة على المستوى الاقتصادي والأخلاقي. هذا أولا. ثانيا ناقشنا كذلك قضايا التنمية وسبل تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من خلال الدبلوماسية البرلمانية. كذلك حظيت قضية فلسطين والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان بالحيز الأكبر من اهتمامنا. كذلك سعينا إلى من أجل تمرير البند الطارئ حول فلسطين، ورغم عدم تمريره سجلنا التفافا كبيرا من النواب عبر العالم حول القضية. دعونا كذلك لمقاطعة كلمة ممثل الكيان الصهيوني، وكان فيه تجاوب كبير من عدة دول، سواء الدول التابعة للمجموعة الجيوسياسية العربية وكذلك حتى الدول التابعة للمجموعة الجيوسياسية الإسلامية. أكدنا على مواقف الجزائر الثابتة ودبلوماسيتها الرائدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وكذلك دعونا لوقف إطلاق النار وإلزام الكيان الصهيوني بقرارات الشرعية الدولية إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية ولجوهر النزاع حسب ما جاء في القرارات الأممية. كذلك رفعنا لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تغيير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة. كذلك عقدنا على هامش الجمعية العامة مؤتمرا استثنائيا لاتحاد البرلماني العربي، وكل ذلك من أجل بلورة موقف موحد إزاء الوضع في فلسطين. كذلك كانت لنا لقاءات على هامش الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث كانت فيه لقاءات ثنائية مع عدة وفود، نذكر منها رئيس برلمان عموم أمريكا البالاتينو، كذلك رئيس مجلس الشورى الإيراني، كذلك رئيس المجلس الكبير لطوكيا، وآخر لقاء كان مع رئيس البرلمان الهندي. نبقى مستمرين في جهودنا على خطى الدبلوماسية الجزائرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية، وسنظل دائما ندافع على القضايا العادلة في كل المنابر وفي كل المحافل.